خي اليوم ما في فوتبول، يعني الحلقة للآخر بدكم تحضروها. أنا عرفت إنه الأسبوع الماضي غيرتوا المحطة، فضلتوا نيمار علي، ماشي رح أقطعها هالمرة. يعني الله يسامحكم، شو بدي أقول لكم؟ بس إذا بعد تعملوها مرة واحدة، إذا مرة واحدة بتعملوها، ما أقعد بحكي عن سمير ولا خبرية. لا شوف، يا أنا يا أنتم. بدكم نبلش الحلقة؟ طب بعد شوي، لشو مستعجلين؟ شو عنا؟ هيك ما في شيء. طيب يلا نبلش. حلقة جديدة من ساركازم شو. ساركازم على ورقة وشو على ورقة، يعني كيف 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 يعملوا بجلسة الانتخاب؟ حطوا ميشيل ورقة ومعوض ورقة تاني، ما حدا أحسن من حدا. مثل مثلهم. حلقة جديدة من ساركازم شو بتبلش هلا. يلا جو. مبروك الانتخابات الداخلية بالطيار. مبروك للربحانين ومبروك للخسرانين. على امل انه غير احزاب يتجرؤوا ويعملوا انتخابات مش تعيينات، من اكبر حزب لاصغر حزب، ما عدا حزب الكتله، يعني انه هن 10 اشخاص، يعني انه مش حرزانه يعني يعملوا انتخابات. شو مخرج؟ والاحرار. والاحرار. لطشه اليوم هي بوست، سؤال من مسؤول حزبي وجواب من مناصر حزبي. شوفوا، غالب أبو زينب: الكهرباء لليوم الرابع على التوالي مفقودة نهائيا، رغم أنها في عزها لم تتجاوز ساعة وشوية. عم اسمع من سكان أحياء ومناطق مختلفة أن الكهرباء منتظمة وتأتي أكثر من مرة ليلا ونهارا. السؤال: هل يعطى دورنا لآخرين مثل العادة ويسرق هذا القليل؟ أفيدونا يا شركة وموزعين. حسين بزي بيرد عليه بيقول له: عادي حاج، خلينا نطلب أو نترجى حليفنا الجديد نجيب ميقاتي يشيل الفيتو عن الهبة الإيرانية، واضح أنه صرنا نمون عليه، مفروض يسمعنا. ما رح زيد ولا كلمة. في وثائقي على نتفليكس عن بيليه، يعني بيحكوا عن حياته، عن مباريات اللي لعبها، كأس العالم، كيف بلش، كيف يعني كيف 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 صار لعيب فوتبول. شو بنكتشف؟ انه البرازيل وبيليه شاركوا بكأس العالم وحدهم، يعني في كأس عالم شاركوا فيه البرازيلية وحدهم. وحدهم، ما شارك حدا معهم من غير دول. ما بعرف كيف بدي اقول لكم اياها، مش مصدقين يعني. يعني بدكم تسمعوا الخبرية مني او كنت تسمعوها من ديما صادق تتصدقوا؟ طيب اسمعوها من ديما. I highly recommend not للي بيحب بيلي يحضر هيدا الدوكيومنتري بيلي على نتفليكس. هون عم بدق كيف كان هو كان بيمسح أحذية، سو هون عم بدق كيف كان هو بيمسح الأحذية، كيف كان يدق. anyhow هو كتير حلو هيدا الدوكيومنتري لسبب: أولا للي بيحبوا بيلي والمونديال بالمطلق، في لقطات بتاخد العقل عن مونديالات 1950 58 62 68 62 68 62 68 70، لقطات بتاخد العقل قد ما حلوه. لا دمدوم، نو 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 دمدوم، ما صار بطولة عالم بال 68. هلا ما بعرف ليش اول شيء مصوره هيك، انه مصورتينا نص طاوله نص شاشة، ما بعرف. مهم، ما صار بطولة عالم بال 68، عم بال 68، غير إذا صارت على السكت وبس شاركوا فيها البرازيلية. خبروك إليك بس. عزيزتي ديما، خليني خبرك شوية فوتبول. حاجة عاملة حالك تعرفي بكل شيء. أول شيء بطولة العالم بتصير كل 4 سنين. متفقين؟ يعني بطولة العالم صارت بال 58 بالسويد. أي متى يلي بعدها؟ 58 من بعدها 4 سنين، أي متى؟ برافو، بال 62. 62 صارت بتشيلي. طيب يلي بعدها أي متى؟ برافو ديما، بال 66 بإنجلترا. هلا السؤال الصعب: إذا صارت بال 66 بلس 4 أي متى بتصير؟ بال 70، 1970، مش 1968 دمدوم، 70. بال 68 ما صار مونديال. هيئتك صايرة مثل هونيك ناس بالحسابات. هلا العشرة بتعدل، مش الواحد يحكي يعني. بشرفك بشرفك، مين ربح بال 68؟ هيئتك مش بس سياسة، بتسمعي وما بتفهمي، الهيئة نفس الشيء بالرياضة. إذا هيك
ما رح نعتب بقى عليك. مخرج الحلو انه عم تنصحنا مثل ما بتنصحنا بالسياسة. التنين الماضي سيد نجيب ميقاتي داعي لجلسة مجلس وزراء، مثل ما كلكم تعرفوا مخالفة للدستور وتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية. هلا هو نجيب ميقاتي بحب الشفط، يعني قرر يشفط هالمرة صلاحيات. قبل بقولوا شفط دولارات السلولر، هالمرة قرر يكون شيء معنوي مش مادي. بيناتنا هو ما بحب المادة، ما بتعني له يعني ما بتعني له لدرجة انه حتى يستعملها لتحسين ظروف منطقته ما بحبها. هلا في كم شغلة اكتشفناهم صراحة. ايه هالجلسة فتحتنا عيوننا على كذا شغلة. أول شغلة إنه عنا وزيرة اسمها نجلة رياشي بالحكومة. والله العظيم في وزيرة اسمها نجلة رياشي بالحكومة. شو بتعمل ما بعرف. هلا هي وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، يعني وزيرة بس جايبينها بتقبض وبتعمل نصاب. والأحلى في عنا وزير رياضة. لك ايه وزير رياضة، لا مش سيمو أبي رهم يا وزير رياضة. في وزير رياضة اسمه جورج كلاس. والله مخرج مش عم بمزح. في وزير رياضة اسمه جورج كلاس. هلا هو وزير الاستاذ بالحكومة. اوكي عرفته كيف يعني. والأكثر ملفت يلي شفناه هي نظرية انه الأرمن بشدوا على بعض. ايه خلصت. هاي النظرية خلص بدنا ننسيها. والانقلابات ضربتهم لدرجة انه كتلة نواب الارمن طردوا الوزير بوجيكيو من الكتلة. وصارت الكتلة كابل. مؤلفة من اجوبان. اجوب باكرادونيا اجوب تيرزيون. بس شو؟ بعضهم اكتر من كتلة المرضى. كتلة مرضى بألف من واحد. توني سليمان فرنجية. هلا تبرعوا له بنيبان تيتسلى شوي، يعني انه بس بضل وحده حرام. بس بيناتنا مخرج على القليله كتله الارمن بيقدروا يلعبوا طاوله سوا، يعني اثنيناتهم لك بيقدروا يلعبوا فرنجيه، بس كتله توني فرنجيه ما بيقدر يلعب فرنجيه. ماكسيموم ببصر بالورق لحاله، حرام. هلا كتله لبنان القوي نزلت. جبران باسيل كتلة الطيار نزلت من 21 نايب ل 20 نايب. بس بعدها أكثر من كتلة اللي نحن بدنا ونحن فينا. هن بعدهم 19 بس بطل فيهم هلا، يعني بدهم يجربوا يكون فيهم، يعني فهمتوا كيف يعني الخبرية. بس يلي شهر مش هين على المسيحية بالبلد، مش هين سوري. يعني هون العصب المسيحي اشتغل خاصة عند جماعة الصليب المشطوب. ما قبلوا يصير هالشيء، خاصة انه يلي صار هو من ثنائي شيعي ورئيس حكومة سنة. شباب الصليب المشطوب انتفضوا وما سكتوا. اول واحد قال هالشيء: نلتزم من هلا وصاعدا بعدم التعليق على هذه المواقف، لانه بنعرف ان مواقف مرحلية، مواقف تفاوضية، مواقف رفع سقف وشد عصب. ما بعتقد في عنده حظوظ بالرئاسة، لأنه هو بعتقد مصدر إحراج لحلفائه أكثر ما هو مصدر إثراء. أنا أتحفظ عن موضوع دستورية الحكومة وإذا فيها تنعقد ولا لا. لحظة عم بتهاجم جبران باسيل بدل ما تهاجم هوديك؟ كيف ركبت يعني؟ تاني شيء بيصير مصدر إحراج لحلفائه؟ طيب عهد على القليل عنده حلفاء. بتسمي لي حليف واحد إلكن هلا غير النصرة وداعش شيء محلي مثلا. عفاك عندهم أشرف ريفي. أوكي سوري مخرج. أنا بقول أكيد غلطة بس هيدي اللي قلوها. أكيد أنا بقول زميله نفس الكتلة قال غير شيء. لا أمبلا أنا بقول زميله نفس الكتلة قال غير شيء وعنده رأي غير، يعني غير رأي. مش معقول يكون هاجم جبران. شوفوا فادي كرم: التجارب مع التيار كانت مخيبة للأمال، ولن نقبل أن نكون ورقة لتدعيم موقفه في وجه حزب الله. والقوات ليست ضد عقد جلسة وزارية إذا اقتضى الأمر، إلا أن جدول أعمال جلسة كان فضفاضا وكأنه لا يوجد فراغ في موقع الرئاسة. هلا بشرفك أنت كاتب البوست أو أنتوانيت؟ تنعرف يعني عمين الرد.
مهم ما تكون ورقة لدعم موقف جبران. تخيلش رئيس الجمهورية هي ملك بيه للطيار. انقطعنا مرة واحدة فيها بينما حزبكم صار قاطع مرتين والثالثة بالحلم. بس نايب البترون، نايب البترون غياس يزبك العظيم أكيد 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 كان أوعى شوي، وقف وقفة مشرفة. غياس يزبك الذي يعرف سيئات نجيب مئاتي وارتضى أن يسلمه من الرابية مقاليد السراي عام 2011 إسر انقلاب على سعد الحريري، هو من يجب أن يخضع للمساءلة في أي حال إذا عاد ودعا جبران باسير الرئاسة، ألا يتراجع الأخير عن مساقه ضده من الاتهامات ويقبل بميقات رئيسا للحكومة. معك حق معك حق. الطيار انقلب على خينا وحليفنا وصديقنا سعد الحريري وبعناه لبن سلمان. وقفت هون، ما وقفت هون، شوفوا الإعلام يعني يلي على أساس عنده مشكلة مع السلاح فجأة صارت المشكلة الأساسية مين؟ جبران باسيل. باختصار شو بنفهم؟ شغلتين. أول شيء إنه عارفين جماعة إنه لا الناس متقابلين ولا رئاسي فيه لهلا ولا بعدين. ثاني شيء ما بيسترجوا يهاجموا هوديك. الدفع جاي بس على الطيار. أنطوانيت تبع القوات رجعت، إيه رجعت رجعت وبقوة كمان. هلا يلي ما بيعرف حزب سمير ما في إنه كل واحد يطلع يعطي رأيه، ممنوع بخبصه يعني ما في يتكل عليهم بفوطوه بالحيط أكثر ما هو فايت يعني. بحزب سمير في أنطوانات بتقول لهم كلمة أو بتقول لهم جملة وهن بيركبوا عليها يعني لازم هيدي الكلمة تكون موجودة. هالأسبوع كانت الكلمة حريصة وحرص، يعني قلت لهم بدنا نحكي كل شيء عن الحرص والقوات حريصة. وبلشوا الشباب شوفوا سعيد الأسمر، مبدأ القوات هو حرصها على الدستور وإعطاء الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية. ما رح كمل بس رح أغيلكن الكلمة الآلة. هلا مين سعيد الأسمر؟ في نايب هيك اسمه سعيد الأسمر؟ صراحة أنا سعيد وأسمر إني ما بعرفه. شوفوا تاني صورة، شوفوا القوات حريصة دائما على المحاسبة، تكتلنا دفع لإحالة الملف الاتهام بموضوع الاتصالات إلى مجلس النواب. هلا الحصباني حرام حرام حرام، حصباني حرام، وصلت اللقمة لتمه تيكون نايب رئيس مجلس وطارد. والله حرام ما بينعتب ما بينعتب على حكيه، يعني اعتبروه ولد وغيران. شوفوا تالت صورة، شوفوا نزيه متى، القوات ملتزمة بالدستور حريصة على العمل البرلماني كله. كمان استعمل كلمة حريصة. بيناتنا منيح انه نديم الجميل منه معهم بالتكتل، لانه كان بدل ما يستعمل كلمة حريصة استعمل كلمة حريصة. مخرج لازم نزور حريصة يا زلمة قبل هالأعياد. بعد البريك ضيفة بتحبوه بتنطروه، ضيفة هو فاضح الفساد والفاسدين الأول بلبنان، ومش بالحكي بالفعل وبالوثائق. ضيفة هو المحامي وديع عقل. نطركن. مثل ما قلت لكم قبل البريك، ضيفة هو ملاحق الأول للفاسدين بلبنان وبالوثائق مش بس بالحكي. ضيفي هو المحامي وديع عائل. هاي بونسوار، كيفك؟ شو منجم في نجوم وفوق ما هيك عيدنا هلا بلش العياد. شو اخبارك؟ منيح، ملهي ملهي شوي، ملهي كثير. عاد ما بقدر. كيف كنت ببلجيكا عم تجزر هونيك وقاعد تجتمع مع اللجان الاوروبيه؟ خبرنا كيف كانت سفرة بلجيكا؟ اول شيء منيحه، اول شيء الشباب هونيك مناح اللبنانيه، جبت لنا شيء حرزين شوكولا. شوكولا كلتهم بس بالطياره. ما وصلوا. لك كانت منيحه، طلبت عقوبات تنحط على رياض سلامه من البرلمان الاوروبي ومن الكونساي دوروب، يعني المجلس النواب الاوروبي، المجلس الوزراء الاوروبي، وان شاء الله بنوصل لنتيجه، لانه في ديجا صار باوروبا صاروا حاضرين بعد كل التحقيقات اللي عم بتصير بأوروبا وبلبنان، يلي للأسف اللبنانية ما بيخبرون عنها، ما حدا يخبرون عنها اللبنانية بالإعلام لأنه مرتشين. ففي شيء هونيك صار ريدي وصار جاهز،
والاشهر اللي جايه حتحمل اخبار حلوه للبنانيه. خبرني تفاصيل، انت هيدي اول مقابله رح يمكن تطلع من بعد ما جيت. صحيح، انا ما طلعت ولا مطرح. خبرني، شفناك هونيك عم بتطالب مثل ما قلت انت هلا، عم بتطالب يوقفوا له حساباته، عقاراته، يحطوا ايدهم على عقاراته لرياض سلامه. اول شيء ليش محطط على رياض سلامه؟ ليش رياض سلامه مع انه عن الفاسدين كتار يمكن عنا ومبيضين مصاري كتار بعد ما في تهم يعني، بس انه اذا بدك التوجه على كتار ناس، ليش رياض سلامه بالتحديد؟ شربي، لانه انا اشتغلت كثير ملفات فساد باخر 12 سنه، انا ركزت على ملفات اشتغلون لنساعد ناس، دائما كنت لاقي وكنا دائما يوقف ملفنا لما نروح بدنا نشوف حركه الاموال. ما فيك كافح فساد اذا ما عندك قدره تلحق المصاري وين عم تروح، لانه الفساد اجى المصاري. صحيح. مين المسؤول بلبنان عن، لانه بلبنان في سريه مصرفيه، مين مسؤول عن رفع السريه المصرفيه؟ هو رياض سلامه. ليه؟ لانه هو رئيس شيء بادي سوبرمان بلبنان اسمه هيئه التحقيق الخاصه، على فكره معه في علي ابراهيم مدعى عمالي، فاثنيناتهم ولا مره كانوا عملوا ملف فساد دسم ولا مرة رفعوا السرية المصرفية بشكل دسم، وبثلاثين سنة بلبنان ولا مرة تعاقب راس كبير. ما هيك لبنان يقول لك ونو هالراس الكبير اللي مش ما حدا بالحبس ما كذا، سبب انه ما بيفكوا من هونيك حركة الاموال. من هيك كان الهدف نروح على رياض سلامة لانه منه منفك حركة الاموال، بتفك حركة الاموال بتوصل على تركيب المافياوية كلها سوا. صراحة بلبنان تعذبنا كتير، في قضاة أوادم غدعون جان طنوس وغيرهم حاولوا كتير محاولات، كل شغلهم ممتاز، ولكن المساعدة الكبيرة اليوم رح هي جاية من أوروبا. بأوروبا في 7 دول عم بيلاحوا حاليا رياض سلامة، وانحجزت أمواله، انحجزت عقاراته، ومش بس عقاراته، عقارات شركات كان حطتها بأسامي ناس آخرين مثل ابنه وغيرهم، واليوم هيدا البروسيجر ماشي، وهيدا بيكون كادو اذا الله راد نعطيه للبنانيه انه نعاقب هالنويو دور تبع المصاري اللي منه بيصير في دومينو ايفكت وبيفرطوا البقول. اوكي، انحجزوا كل هالاشياء. نعم. بس هل في حكم انه هالاشياء مش لاله، مش بتعبه، مش بشغله، مش بشركاته يمكن اسسها؟ عملني هيك كمان، هو اكيد عنده شركات وحدا عم بديره يعني، معه مصاري الزلمه. إيه ليك، هيدي لها قوانين. اول شيء هو حاكم مصرف مركزي، يعني هو مفروض يصرح عن شو بيملك قبل ما يدخل، وطبعا بعد ما يفل وبخلاله كمان. معاشه معروف، معاشه 350,000 دولار، بيوصل ل 400,000 دولار مع اشياء زياده بيعطوا اياهم. الزلمة بس تاخد فكرة انه هو كل السنة بياخد 400,000 دولار، بس بيعطي مرته ندى 35,000 مدري 30,000 بالشهر، وغيرها بعد في غيرها بيعطيهم كمان مصاري. فمنين هالمصاري بتجي كلها سوا؟ منين هالتركيبة المصاري؟ يعني نحن مثلا الانيلو باوروبا الكي واي سي تبعه بكذا بنك، الانيلو حتى تصريحه الضريبية كلها ارقام صغيرة، باركونتر حضينا بثروات ضخمه كان مخبيها بشركات، ما يحط الشركات باسمه. شربيل هو دائما يستعمل اشخاص اخرين، حتى ما بحق له لانه حاكم مصرف لبنان. ما هو عم بيخالف القانون، وعم بيخالف القانون، وعم بيض اموال، وما عم بيصرح. شفت هي جريمه تبييض الاموال. مثلا في محامي لبناني اسمه ميشيل تويني، هيدا المحامي امبارح ما بعرف اي ريبورتاج شفته على التلفزيون قال ما في شبهات بمصرف لبنان، كله تمام، كله بيعقد، كله كذا، اكيد بيكون قابض قرشين او مسافر ببلاش هذا اللي عامل ريبورتاج. هذا المحامي تنرجع له، التقى حوالتين، وحده ب 5 مليون دولار واكثر، وحده باكثر من 6 مليون دولار. رايحين لهيدا المحامي ورايحين على اوروبا، هول المصريين اثنين جايين من مصرف لبنان، من حساب المصرف لبنان. بالتحيات سألوا رياض سلامة، قالوا له كيف حولت له لهذا المحامي؟ شو خصه هذا محاميك بيشتغل؟ كلهم قالوا لا. شو طلعت القصة؟ أنه كان عم بيحول رياض من حساب لمصرف لبنان، يعني هذا أموال عامة لبرا، البنك يلي برا رفض الحوالة لأنه اشتبه بالحوالة، أم شو عملوا؟ حولوا المصاري على حساب المحامي ميشيل تويني، ميشيل تويني رجع حولهم إياهم لبرات لبنان. هيدا اللي حكيته أنا هلأ شربيل هي جريمة تبييض الأموال. هيك بيختلصوا مصاري، يعني الناس بيسمعوا اختلاس، هيك بيختلصوا المصاري من الدولة وبيبيضوها باسم حدا تاني تتروح لبرا. هي الجرائم. الدائمة طيب هالأملاك وهالعقارات وهالمصاري اللي صاروا مجمدين لرياض سلامة لهلأ صرنا بتقريبا عم نقرب على نص مليار دولار.
يعني هولي تقريبا ايه، بس نحن توقعاتنا بتقول اكثر، بس انا ما بحكي الا عن الارقام يلي موجوده لقيناها. نحن عم نلحق هيدا المبلغ تقريبا. في كتير عقارات التأييد وفي كتير مبالغ. مثلا شربيل في حساب واحد لرياض سلامة ببنك ريشوليو بموناكو، هذا محجوز الحساب هلا وحده، هذا الحساب في 32 مليون دولار، حساب واحد محجوز. حلو، محجوزين محجوزين. هو رياض سلامة معه الجنسية الفرنسوية ما هيك؟ ايه، وهيدي اللي ساعدت بالتحقيق الفرنساوي لانه ما عليه حصانة، من هيك قدروا يلحقوه بسهولة، ما عليه حصانة بفرنسا. اوكي، وبالاجتماع اللي كنت فيه انت نعم كانوا كليجين من فرنسا ومن بلجيكا، نعم، بيقدروا ياثروا على القضاء، ومن البرلمان الاوروبي، من البرلمان ايه الاوروبي بيقدروا ياثروا على القضاء، لانه هن لجان برلمانيه. لا طبعا، هودي نواب وسيدات ورجال نواب. لا، القضاء عم يشتغل لحاله بالدول كلها، ومجموعين بجروب اسمه ايرو جوست، هو بادي مهم كثير. ايرو جوست مش جروب واتساب؟ مدام بسام فكرته جروب واتساب الجديد. ايه مفكرين جروب واتساب ليك جرصة، يعني عم بيجرسونا. تخيل انه انا اكثر من مره صرت من حكى هذا الحديث معي، وهذا حكيته ببرلمان الاوروبي، انه بلبنان في اعلام بيعتبر الاوروجوست عم بيهينا. يعني انا بدي شيله عن ظهر الاهانه، عن ظهر الشعب اللبناني، لانه عم ننهن. لانه هون اذا مفكرين الاعلاميه ما عم يراقبون، عم بيراقبون. اليوم لما بتهين قاضي اوروبي عم بيعرفوا فيك، في أجهزة بيروت عم تعرف شو عم بيقولوا على التلفزيونات اللبنانية بحق قضاة سويسرا وأوروبا وغيرهم، وهيدا الشيء عم بيرتد سلبا على اللبنانية، غير إنه عم بيكذبوا عليهم، عم بيرتد سلبا. هلا اللي عم نعمله كتير منيح هونيك، لا عنا خطين، خط القضائي ماشي امبيكابل، ممتاز الشغل، والخط السياسي اللي هو حيكون حينتهي بعقوبات على رياض سلامة، نحن كتير قربنا على هذا الموضوع. رح أسألك أرجع إذا طلع أحكام أو لا، بس بدي بلش بالتابلو أنا، يعني نعم، لأنه الشباب هلا كوني تابلو تابلو. أوكي، إذا بدي أقول لك هيك، أول اسم بنت بيخطر على بالك غير مرتك، أول اسم بنت بيخطر على بالك شو هو؟ ببروم؟ بروم، شو بيكون كاتبين زيت لحدا؟ أنا أو ستيفاني؟ أنا كوساكوفا. مين أنا كوساكوفا؟ ضج الدنيا فيها، ونعرف كل واحد نسمع خبريات يعني. بآخر 2005 بباريس بنوي بتخلق بنت، بيخلق بيبي، بيسموه إليزابيث بدون اسم بي. بتاخد اسم إليزابيث كوزاكوفا، بنتها لأنا كوزاكوفا. بال2007 بيعترف فيها بيها، بيصير اسمها إليزابيث رياض سلامة للبنت. هيدي وحدة من الأولاد رياض سلامة من أنا كوزاكوفا. وبعلى لبناني بيخلق الولد وبتجي رزقته معه. لما خلقت إليزابيث هلا هون حقه يوسف اللي يعمل بده اياه، هيدا شيء بيرسونال. الفرق بس شو قصتها؟ الفرق انه اجت الرزقه من مصريات الناس مش من مصريات. شو هي الرزقه اللي اجت؟ بلش رياض سلامي ياسس شركات، شيء بيحطوا باسم خيو رجا، شيء بيحطوا باسم انا كوزاكوفا، شركات بيت وزل واسيفيس وغيرهم. وهول الشركات اشتروا على الشانزليزيه، ما بحب يشتري شيء عادي رياض، صار في مصاري، اشترى لو اسمه 66 رقمه افينو دي شانزليزيه. كثير هين، اللي بيعرفوا اللبناني بيروح على الشانزليزيه، كثير هين، حد ديزني، حد باريس سان جيرمان هونيك على الشارع ذاته، وصار ياجره. والحلو انه دغري لقى له مستاجر هيدا. هلا هينه تاجر على الشانزليزيه، بس هون مستاجر سبيسيال اجروه لمصرف لبنان. حلو، الباتيمون اللي اشتريه رياض سلامه حطوه باسم انا ولمصلحه بنته، أجروا لمصرف لبنان. ليش مصرف لبنان بده يكون عنده شيء بفرنسا؟ تعرف الزلمة بيفكر لبعيد، فبده ياخذ شيء. قال والضحك والنكتة وين؟ النكتة إنه بالتحقيقات لما كانت عم تنعمل لفرنسا، وهون أكل الضرب الكبير رياض، هن عم بيعملوا التحقيقات، سألوا البنك دو فرانس، مصرف فرنسا، إنه هل مصرف لبنان عنده مكاتب موجودة بفرنسا؟ بيجاوبهم البنك دو فرانس بيقول لهم ما عنده مكاتب، ما عنده ترخيص، ولا بحياته قدم ترخيص، واذا قدم ترخيص ما بيحق له مصرف لبنان يشتغل بفرنسا. طب
وديع بدي اسالك شغله هون عم نحكي رح ارجع اكمل بالاسامي هون عم نحكي عشرات ملايين الدولارات يعني الناس اللي هلا عطلين وين مصرياتنا وين مصرياتنا هيك طيروا لكم مصرياتكم انا عم بلقطكم اكزامبلات عشرات ومئات ملايين بس في مليارات طيب بس بيقدر رياض سلامه كحاكم مصرف لبنان يطلع هالمصاري بلا نوابه بلا هيئه الرقابه بلا ما بعرف انه في مليون شخص ما بعرف بالحقوني على كلمه مليون يعني بس انه في عده اشخاص لازم يكونوا موافقين عشرات في عشرات أي. في اعضاء المجلس المركزي في مديريه التحويلات في المديريات الخارجيه بيناتهم يوسف خليل اللي هلا وزير الماليه هو مدير كان عند رياض سلامه وهو بيعرف بالاوردر تبع التحويل يعني كل شيء يورو بونز وكذا هي كانت من اختصاص يوسف خليل ويوسف خليل اساسا القضاء اللبناني استمعوا له اخذوا افادته بالتحقيقات بس ما كانوا يخبروا او انا بدي اخبرهم للناس لانه ما حدا بيخبرهم ما في شفافيه والناس عم بيموتوا من الجوع بريف رياض عملهم كلهم ماضيين معه شربيل كلهم ماضيين كلهم بيعرفوا كلهم لازم يتحاكموا وبلاس يعني مش لحاله اكيد وحدينا بشيء اجنبي كمان كيف فاتوا على فرنسا هالمصريات كمان هلا بالتحقيق الفرنساوي عندك شخص اسمه كريستيان نويه يلي عم بيسمعني يجوجلو هيدا واحد من التوب 10 بالعالم من اهم رجال المال بالعالم مين كان كريستيان نويه كان حاكم بنك فرنسا كريستيان نويه طلع انه بيقبض كان 10000 يورو من رياض سلامه لشركه له لرياض سلامه لكريستيان نويه من بعد ما خلص بالبنك دو فرانس وهيب التحية حلو طيب سمعنا من كم يوم مذكر انه طلع مذكره من القاضي غادة عون بحق الممثلة ستيفاني صليبة مش هيك كتبت ستيفاني كمان شو الرابط بين ستيفاني ورياض سلامة لكن نحن بدنا نلاقي مصريات الناس مصريات الناس مبيضينا بعقارات بشقق بغيرها بمصروف أو بحسابات ببنوكي تتلاقيها بك تنبش عليها هيك لقينا المصاري تبع أنا كوزاكوفا هيك لقينا المصاري يلي باسم حويك مريان حويك وغيرها من كتير من الناس مريح مايك اللي هي سكرتيرته لرياض كمان سلامة. كمان هيدي بالملايين كمان هيدي بالملايين هلا ستيفاني في حدا بالتحقيق حاكي عن موضوع كمان اموال واملاك موجوده يمكن تكون موجوده جايه عبر اشياء دفعها رياض سلامه كمان من حساباته بمصرف لبنان سو كيف هون واجبات القاضي غادة عون تسمع له وهي بعتقد كان لازم تجي لحالها عند القاضي غادة عون هي بعد منا متهمة ولا شيء يعني فيهم يستمعوا لها فيها تفل إذا ما عليها شيء بتفل صح إذا عليها شيء وأنا بقول لك لحية مرته لرياض سلامة ديجا راحت على التحقيق عند القاضي غادة عون وفلت يعني ما وقفتها القاضي غادة عون استمعت لها ما بعرف شو حكيت وياها ولكن استمعت لها ورجعت فلت اليوم اللي يعني المسار التحقيقات اليوم هو بيروح هيك هلا اللي صار مع ستيفاني صليبة خطر كتير ليه؟ لأنه كان في بحث وتحري بحقها فاتت على المطار على المطار مفترض دغري يوقفوك للي طالع مين بيوقفك؟ الأمن العام؟ الأمن العام أو حيلا جهاز أمني أول جهاز توصل عليه على المطار بيوقفك مفترض دايما هو الأمن العام أول جهاز بتوصل صح. بيوقفوا كان مفترض يوقفوها هي وقفوها وصلت بالليل وقفوها على المطار بدل ما ياخدوها ويسوقوها عند القاضي غادة عون تستمع له مثل ما قلنا يا بتفل يا بتضل يلي صار واللي هو شيء كتير غريب انه طلع قاضي تاني عطى اشارة قال فلي روحي على بيتك وهذا القاضي هو علي ابراهيم يلي ما قالوا عليه بالموضوع يلي ما عنده الملف نهائيا ويلي اون بلوس مش منطقته يعني جبل لبنان مطار بيروت يعني حتى ما في شيء راكب بالموضوع وهون بدي الناس يعرفوا انه علي ابراهيم مدعى عمالي ما ينسوا هو رقم 2 بهيئه التحقيق الخاصه اللي بيرأسها رياض سلامه اللي سوبرمان يلي كان مفترض يراقبه لرياض سلامه مش يكون عم بيظهر ستيفاني من هو دي عم تحكي لنا اشياء بحس كانه فيلم يعني لو يعني اذا واحد بيجي يكتب سيناريو لفيلم ما رح تركب هالقد الامور ايه هي فيلم هلا ما انت لازم نكون كثير انا رايق مع الناس وبضحك بعدني وكذا بس هذا الفيلم بلش سنه 93 وكانت نهايته كثير حزينه للناس لانه خسروا المصريات تبعهم العالم اللبنانيه يعني نحن اللي عم نجرب نعمله
انه نعمل اذا بدك هالجزء الثاني من الفيلم يلي هو فيه العقوبه وفيه الملاحقه. وايه مزبوط هيدا فيلم، وانا بتمنى هلا انه عم جرب كثير ناس عم تحكي معي هيدي القصه بدها تنكتب وبده ينعمل برودكشن لها كفيلم، لانه لازم نوصلها للناس بطريقه سيناريو فيلم. طيب عرفت منك كمان انه عم بيحاولوا عم بيقدموا للقضاء الفرنسي انه يشيلوا الحجز على صحيحه. ايه انا جبت لك شغله معي بدي فرجيك عليها اليوم لانه بيصيروا يقولوا بلبنان هودي لبنانيه مسياسين ومدري شو عم بيعملوا. كل شغلنا ما له علاقه بالسياسه، نحن فاصلين على الاخر، هيدا مصلحه كل الناس، كل الناس بتستفيد من اللي عم نعمله. هون في قاضي فرنساوي بالنيابه العامه الماليه بفرنسا، اوكي؟ هيدا عنده قرار وهيدا القرار فيك تعرضه كامل. هلا بعطيك. هيدا القرار في اموال محجوزه ببنوكي وبغيرها لأشخاص مرتبطين برياض سلامه ولشركات رياض سلامه، تخيل عم بجربوا يقدموا طلب كانوا المحامين تبعهم يفكوا الحجوزات. النيابه العامه بفرنسا بترفض فك الحجوزات وبتقول لهم هيدي اموال ناتجه ومشبوهه بتبييض الاموال، نخليها عنا لانه هيدي ما بنخليكم ترجعوا تاخذوها الاموال. وهيدا قضاء فرنساوي بوقت النيابه العامه الماليه بلبنان بعد مش حاجزه لا رياض سلامه ولا العصابه اللي حواليه ولا ليره، مش بالدولار ولا ليره بعد حاجزين عليه. تتشوفوا الفرق، هيدا قاضي فرنساوي وهيدا في منه عشرات القضاه باوروبا عم يشتغلوا على ملفاتنا. هون انا ليه بقول ليه بخبر هالاشياء؟ الناس تعرف المسؤوليات كيف بالدولة. ناس غشوها كثير، ليك نحن عشنا 15 سنة حرب ما في مؤسسات دولة، في ميليشيات. صح. اجت وراها 30 سنة امبونيتي. ما حدا بيتعاقب لا 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 قصاص لا عقوبة بالبلد. انتبهت؟ جيلنا كله، في جيل كامل بالبلد ما بيعرف العدالة. ما بيعرف العدالة، مش ذنبه. لأنه غشوه كل الوقت. هلا اللي عم بعمله انا عم جرب اقلب هيدا المعيار، فرج اللبنانيه انه مبلا في راس كبير فينا نعاقبه بالبلد وفينا نرجع نبني مستقبل. طيب كل الاشياء اللي صارت باوروبا بعد ما في حكم على رياض سلامه، يعني كل اللي عم تحكي حضرتك هلا بس بعده اشتباه مثل ما بقول. نعم. يعني بعده مشتبه بهز. نعم. رياض ليه؟ انه ليه بعد ما طلع حكم شو ناطرين؟ مثلا اذا عندهم اثباتات ومتاكدين لازم يكون في حكم. اول شيء قراب كثير صرنا، هلا مثلا انا كوزاكوفا ميز اون اكزامان، يعني اكثر من مدعى عليها اقل من متهمه، بعد في درجه. انا كوزاكوفا شو هي بس؟ شو جنسيتها؟ هي جورجيه اوكرانيه. اوكي. هلا هي مثلا مقشطينها باسبورها بفرنسا، ممنوع تسافر وممنوع تروح الا بمنطقه معينه. وهي ديجا تعاونت مع التحقيق يعني وخبرت البلد، خبروا عن رياض. هلا ليه انت بتعرفها لانها شخصيا بتعرفها؟ لا لا ما صار لي شغل، بس بشوف كيف ذوقه يعني ما صار لي شغل. لا برامون بهالموضوع مزوق، برامون مزوق وكريم من مصرياتنا كثيره من جيبتنا. ايه من جيبتنا. فال هلا البارتي الثانيه بموضوع القرارات يعني اللي بدها تجي ملاحقات صرنا كثير قراب. ليه تاخروا؟ الى سبب، لانه بعدهم عم بينبشوا على مصاري وعم بيلاقوا، وبعدهم عم بينبشوا. يعني هلا في قسم من المصاري تبع رياض اللي راح على اوروبا، في قسم رجع على لبنان، ومطلوب من هون من اللبنانيه كانوا من البنوك يفرجوا مين رجع ياخذ هول المصريات، وبعتقد قربوا الاجوبه عليهم. معقولة ما يطلع حكم فيه لرياض سلامة؟ لا. يطلع كل شيء شرعي، ما بعرف شو بيقولوا الكلمة يعني القانونية، كل شيء. لا 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 لا، كثير مبكل ومحكم الملف. أنا هلا مثلا شو همني إذا بدك؟ أنا بالنسبة لإلي رياض سلامة خلص. هون بالنسبة لإلهم لكثير باللبنانية بيخافوا كذا وبيقلهوا، أنا بالنسبة لإلي خلص. هلا عندنا ميسيون ثانية. قبل ما أكمل، ميسيون ثانية تبلي. مين نيكست من بعد رياض سلام بالنسبة لك؟ اسم
وحاطط لها هلأ منظومة كاملة. ما فيها كلها شو؟ أنا كنت أجرأ منك حطيت اسم. لا تقلك ليش؟ ليك لقلك ليه؟ ماني عم بتهم أنا بس لا. أنا عم بقول ليه؟ شربيل تقلك ليه؟ لا أنت حقك تسأل السؤال مثل ما أنت بتلاقيه يعني أنت صحافي وواجباتك تسأل. أنا كتير علمي. مين المافيا؟ المافيا أول شيء هي الأزرع، هي مالية، ما تضيع وقت. اليوم تركيبة السياسية هي بتيجي بآخر كوش، نويو مالي، السياسي ما بيعيش إلا من المصاري. طيب ولبنان بلد صار فيه كتير تبييض أموال، واستفادوا السياسيين من هالتركيبة وفادوا جمهورهم المرتشية اللي بينتخبهم. في كتير ناس بلبنان عايشين بالفساد ومش حاسين، إن مش عارفين إنهم فاسدين ومشاركين، بيطلعوا على الطريق مثلا مثل هذا اللي ما بيدفع كهرباء وبده يعرف ليش عم تنقطع الكهرباء. هذا أسوأ اكزامبل بينعطى، يعني بيطلع بيصير يتوقحن وبيسرق شريط الكهرباء وبيسب الوزير وما عندهش ساعة كهرباء بالبيت، معلق على الشريط، وإذا حدا إجا جابه ولا كذا بيقرطوه قتله، وبالآخر شو بيقول لك؟ سرقوا الكهرباء، مدري مين سرق، هو سرق الكهرباء. هذا مش عارف، هذا قاله 30 سنة هو الحرامي باللعبة، مفكر حدا غيره السري، بس مين فيه؟ في زعيمه السياسي تيضل مسكته حمي ومخبره خبرية تانية من غير مطرح، وهو مش عارف، انتبه، هو ده مفكر انه حقه ياخد كهرباء ببلاش ويعلق على الكهرباء. فلما بحكي انا بتركيبة، التركيبة المالية هي الاقرب نحن عليها، احنا اقرب شيء هلأ على الجروب المالي اللي حول رياض سلامة. الكوش اللي بعده هي اللي حتفتح، هتكون كوش السياسية، ولكن نحن هلأ بالتركيبة المالية. وهون طبعا متى مطلع الكوش السياسية؟ ما حاب بهمنا كمان الكوش السياسية. ليك ال هيدا الدومينو، يعني بدك تفكفكه. ليك أنا كتير علمي، أنا مني حدا بعمل وشفل سينكينج للناس. أوكي. أنا كتير علمي وما بحب الناس يتوهموا. هيدي قضايا بتاخد شغل. طب ما في سياسية محاولين مصاري لبرا؟ بلا، مثلا هلأ مثلا خد ملف، خد موضوع بيت مئاتي مثلا، بالتحقيق تبع لينشتينشتاين، إمارة لينشتينشتاين، المدعي عام لينشتينشتاين ودى طلب على لبنان لمدعي عام تمييز غسان عويدات، سائله قايل له في شركة لرياض سلامة وفي شركة اسمها ام 1 جروب يلي هي مئاتي جروب، في مصاري محاولين هول بين بعضهم، فسروا لنا شو المصاري، لأنه إذا ما تفسروا المصاري هيطلعوا جرم. هون هتشوف إنه في يمكن سياسيين صاروا مرتبطين بالملف، وهيدا في كتير منه. أنا بقول لك اليوم رياض سلامة، هلأ رياض سلامة يحمى في لبنان مش كرماله، هو كرمال يحمو حاله، كرمال يحمو حاله بس شغلة. يعني نحن ما بنفهم تبييض الأموال، لما تقلي أنه مصرف لبنان محول مصاري على شركة وما فيها إذا بدك إثبات، مش إثبات، شو قلت لي الكلمة؟ مش مبررة. طب ليه بده يحول مصرف لبنان مصاري لهالشركة إذا مش مبرر؟ يعني ما في يعني خدمة كادو؟ لا، هيدا هي المصاري، هيدا ليك هن استخدموا مصرف لبنان كله سوا ليبيضوا فيه الأموال. يعني أنت لما بتودي لبرا مصاري ما فيك تاخد كاش وتحط بولا بنك برات لبنان. طيب فبك تعمل حوالي. شو كانوا يعملوا الشباب؟ ياخدوا مصريات مصرف لبنان ويحولوهم، هو كلهم لهم كورسبوندنت بانكس على فكرة، كلهم بأمريكا. يعني كل السويفتات، كل كورسبوندنت بانكس بيمرقوا بأمريكا. هلا النكست ستيب جاي عم بشتغل عليها انا هي ادعاء بأمريكا كمان، يعني ما لح اتركهم يرتاحوا ولا مطرح. حلو. ف هون ليبيضوا المصاري ما فيهم يحملون يروحوا فيهم، كيف بيبيضون؟ بحطوا بيطلعوا من مصرف لبنان او من بنوك تانيين وبيودوهم لبرا وبيرجعوا بعدين، ما فيهم كمان يبقوا كتير المصاري. شو بيعملوا فيها؟ بيشتروا عقارات، بيشتروا بنايات، بيشتروا اشياء، بيشتروا ذهب. كل الوقت بدهم هم يقلبوا المصاري. ليه؟ لأنه السورس تبع المصاري هي ناجي عن فساد. طيب السؤال اللي بيطرح حاله، جاوبني بكتيبة، شو صاير عليه وديع عقل؟ شو مستفيد وديع عقل من كل هالقصة؟
لبنان مش شهرة بده يكون أنا محامي الشيطان. لا أنا هيدا الملف يمكن يقتلني. لا بعيد الشر. بعيد الشر. بعيد الشر. شهرة بلا طعمة. لا لبنان. ليك أنا ال علق يعني علقت ليش فت فيه؟ علقت 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 بقضية وصرت أكبر أنا وهالقضية، والقضية هي لبنان، القضية هي مستقبل لبنان. إذا ما قلنا لا للفساد، في حدا بده يقول لا في مطرح هو مثل الجنزير. شايف الجنزير؟ صح. في حلقة من حلقات الجنزير بده تطق ويفرط هالجنزير. صح. في حدا بده يقول لا مطرح. كان لازم أقول لا، وأنا حدا خلقت وكبرت بالسياسة، يعني كونت شخصيتي بالسياسة حد جنرال عمر، وبقول لك سحبت منه كل شيء، بقلده بالشغل، بشتغل مثله، فكر مثله، صرت حاولت ما يعني قومت، ما تخيل أنا قد قومت إغراءات بالمصاري بالتهديد بغيرهم. الحمد لله الله بعده ناعم علي اني ما انا لو لقطيني بدولار واحد شربيل كل هيدا الحديث اللي حكيناه الليلة انا وياك. كنت عم بحكي برومي انا وياك. ما كان فينا احكي من اساسه. ما كان فينا احكي من اساسه. طب وديع خايف؟ بتخاف؟ ما بكذب عليك. لمنا هين اللي عم تعمله؟ ايه ليك في خوف، بس انا تعودت على الخوف. يعني صرت هلا اكثر بقوى بالناس، يعني كثير انا بتكل على العالم، انا كل يوم بفوت على التويتر. بس العالم ما راح تحميك وديع. بلا يعني العالم بكره اذا دقتك شوكه لا سمح الله ماكسيموم بيعملوا بوست او تويت على الانترنت. بيصير في 2000 واحد مثلي. ديجا هلا في جان كتار. انا فكرك شو كيف عم بعمل الاشياء؟ ان شاء الله ما بزعل يعني، بس قصدي انه فكرك انا كيف عم بعمل لهم الاشياء؟ كيف عم بتحققوا؟ بطلت انا عندي القدره وحده اني اشتغل. اليوم في كتير ناس عم تشتغل، ما تخيل بالانتشار اللبناني قد في شباب اليوم عم بيتقبلوا صارت، وانا عابر للاحزاب. يعني اليوم بسهوله بالاول بيقولوا حزبي مدري شو دني، خلص كسرت هالاشياء، بطلت موجوده، عم بقدر احكي مع كتير ناس اوادم من مختلف الاحزاب. موجودين بكل الاحزاب اكيد. بس هي قضيه، واذا ما اشتغلنا، وانا من هيك دائما بقول انه هي بدها وقت، وهيدي بتاخذ وقت وبتاخذ شغل. انا ما كتير بنام بنهاري. يعني وانا بدي اقول لك شغله، انا هذا الشغل كله بموله، انا ما عندي تمويل من ولا مطرح، وما بقبل يكون عندي تمويل ولا مطرح، تضلني حر بهي القصه. يعطيك الف عافيه. انا عندي 30 ثانيه هلا كوني، بس من اول ما تعرفت انا على، مش اول ما تعرفت يعني، من اول ما شوف بوستاتك من ايام الكورونا وشوف تشرب لي عرق ساعه على توت وساعه على رمان وساعه ما بعرف شو، شو قصة العرقات؟ وأي خي أطرب واحد بس لننصحهم للمشاهدين آخر الحلقة. أنا بحب كتير المشروب اللبناني وبحب الأكل اللبناني، وأنا عندي حياة تانية، حياة حلوة. يعني أنا برقص بنظهر بنعمل. ما أنا وقت قلت لهم وديع عائد ضيفي قالوا لي إنه جدي وديع عائد وشو اسمه، قلت لهم ما بتعرفوا. بالعكس أنا برقص على بار. بشوفوك إذا في بار برقص على البار، يعني مش برقص موسيقى يعني مش إنه ليك بالعرق بالفليفرز اطيب وحده العرق وتوت، وهي لها قصه. هيدا فخر الدين. شي فخر الدين؟ ايه سمعتك مره. هيدا فخر الدين لما صار يروح على توسكانا وكذا، صار يشوف انه هونيك بيعملوا كوكتيلات، رجع لهون، هون شو عندنا؟ عندنا توت بجبل لبنان. قام كسر العرقات بالتوت، وعلى فكره هي من اطيب الفليفرز. هلا صارت من اغلى الفليفرز، من اغلى الدرينكس هلا مع التوت. غالي مش مزبوط العرق اللبناني. لا التوت الغالي. التوت اللبناني والتوت اللبناني ليك بيضلون اطيب، وبيعطوك ايدنتيتي من اي شيء. انا جربت كل شيء، حتى البطيخ مشي، المشمش مشي، كثير اشياء مشيت بالعرق. وبنصح شبابنا انه يدوقوها كمان للي بيجون زوار من برا، لانه ما تتخيل قد ايه بحبوها. بده يجرؤوا هن بالاول يدوقوها. وديع ما بينشبعوا تعرف يعني، الأسئلة هالقد بس الوقت قصير. بدي أقول لك thank you، بدي أقول لك الله يحميك، بعتقد الكل رح يقول لك الله يحميك، وإن شاء الله يعني إن شاء الله توصل للمطرح، إن شاء الله نعرف الحقيقة. نعرف تمام الحقيقة. ميرسي شربي لإلك، لأنك أنت عم تخلينا نضحك، حتى لو كنا كتير بمواضيع جدية عم تخلينا نضحك، ونحن بحاجة نضحك بوضع لبنان مثل ما هلأ. وينعاد عليك وعيد الميلاد. ميرسي. إن شاء الله يكون حلو عليك وعلى عيلتك. ينعاد عليك وعلى عيلتك كمان. يلا ما بعرف تنشوف شو رح يصير في احكام وهيك.
باي، بشوفكم جمعة الجيب نفس الوقت مع ضيف جديد. ينعاد عليكم من هلأ.